كنت مستني هتعوزي تشوفيني تاني ولا لا؟ قلت لنفسي لو ما عايزتش تشوفك هتعمل ايه يا عساف؟ هتفهم ايه؟ دي اخر مرة اشوفك فيها يا عساف، سواء سمعت كلامي او ما سمعتوش. وايه هو الكلام اللي لو سمعته او ما سمعتوش مش هتشوفيني تاني يا جليل؟ امشي وسيب البلد يا عساف، ما ترجعش تاني. قضي اللي باقي من عمرك في مكان بعيد، انزل مصر ولا الاسكندرية. غفران مجهز حاله يقتلك، وخايف اقول لك رجع لامه فيقتلك برضك. اقول لك رجع حاله وامشي وانساني. كانك طلعت وما لقيتنيش، او كانك طلعت ولقيتني ميته. وبجدي لو سمعت كلامي مش عارف اشوفك تاني، بس هبقى مطمن انك عايش. ولو ما سمعتهوش مش عارف اشوفك تاني لانك هتبقى ميت. بس انا طلعت لقيتك، ما لقيتكيش ميت ولا لقيت عينيك صداني. عايز اسالك سؤال وتردي عليه بصدق يا جليل، وانت جايه تقولي لي الكلام ده كنت فاكره اني هوافق؟ لا. كنت فاكره اني هخاف؟ لا. شكرا، لاني كنت هزعل قوي لو السنين نستك مين هو عساف الغريب وقلبه عامل كيف. ما هي جوه قلبك دي اللي خسرتنا كل حاجه، اللي خسرتني ابوي وعائلتي كلها، وخسرتني جوزي اللي هو انت، وخسرتك كل حاجه حتى عمرك. يا ريتك يا اخي كنت ضعيف ولا بتخاف، وكنا فضلنا كيف ما كنا. خدنا ايه من جوه قلبك غير الفراق والوجع؟ يا ريتك كنت بتخاف. الخوف بيخلي صاحبه عايش قدام الناس بس ميت بينه وبين نفسه. والجبان ميت عامل روحه عايش قدام الخلق، انما القوي يفضل عايش وجدره في الدنيا حتى لو مات. لساكي فاكره يا جليله؟ عايز يا عساف؟ عاوز مرتي في حضني وفي بيتي، عايز ولدي ما يقولش الغير يا ابوي، وعايز غفران في قبره. يا دي القبور، يا دي القبور اللي بنستعجل ونبعته بعد عليها وكانها هتطير. يا دي القبور اللي بتحرمنا من بعض ومن حبايبنا. انا حبيبك، انا حبيبك اللي فتحت على يده حتى لو غيري شمك بعد كده. انا مش هسيبك ولا هسيب البلد ولا هحرم غفران من لقربه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.